تعلمون ما فعل أهل غزة؟ أطفال حجارة أمام الصهاينة الذين كانوا صغاراً ربوهم على كتاب الله، ربوهم على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حفظوهم هذا الكتاب بالتطبيق، بالتطبيق. الكتاب هذا ما فقط يحفظ أو يتلى، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. لا بد أن نقرأه حق القراءة ونتلوه حق التلاوة، وحق التلاوة مرتبط بالعقيدة، أولئك يؤمنون به. طبق، تطبيق، تطبيق. فمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم عنده قواعد معينة للحفظ، كما قال بعضهم قلل المقدار وأكثر التكرار وداوم على الاستمرار ولازم الاستغفار وخفف الأوزار وصاحب الأخيار. ست قواعد إذا أردت أن تحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الحفظ لا بد أن يكون واقعا ملموسا، كما قيل في السلف الصالح: كبوا على القرآن شربا لمائه فأصدرهم والكل ريان هائم. هذا الكتاب العزيز إذا استمسكنا بعروته الوثقى، هذا الأساس في تربية الجيل. هؤلاء ربوا جيلا مباركا، كما ربى أيضا صلاح الدين الأيوبي 20 سنة، مكث 20 عاما يربي جيلا بعده عن المذهبية وعن الطائفية وعن كل شيء، رباه على القرآن فاستطاع أن يحقق به ما أراد القرآن من تخليص بيت المقدس. والآن لن يتحقق ذلك إلا أيضا بهذا الجيل وهذا الأنموذج العجيب من أهل غزة، الذين جعلوا من النمر أرنبا ومن المركافة التي لا تطاق واشتهرت في كل صوب دمرها تدميرا. ما شاء الله، هذه منة من الله، منة. وطبعا هذا ليس فقط مع أهل غزة، أنتم لو رجعتم إلى الثمانينات عندما كان الأفغان في جهادهم أمام أعتى دولة وأكبر جيش يسمى الجيش الأحمر السوفيتي، ابتدأوا ببنادق الصيد، ربما بنادق بعدها تعبانة، ثم ركعوا الجيش الروسي، وبعده ركعوا الجيش الأمريكي، والآن تلك أفغانستان. في الثمانينات جاءت رسالة إلى العالم قرأناها خارج الدولة تقول: أنا لك يا مسلم أن ترفع رأسك، فهذا عبد رب الرسول سياف أتاك حاملا رشاشه بيمينه ومصحفه بيساره. عزة المسلم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذا لما يدعونه من عزة هو انتكاسة. بالله عليكم الآن المواجهات هذه، هل استطاع اليهود أن يقتلوا ربما يمكن 10 أنفار ربما من الجيش المعادي؟ ما رأينا، يقتلون النساء والأطفال كما هو ديدنهم، أما ما عدا ذلك فلا. فإذا الأمر هو أمر الله، ومن أراد أن يكون مع الله كان مع إخوانه، ومعية الله تأتي بأسس. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منه 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. قواعد. فإذا تربى الجيل على كتاب الله وتطبيق كتاب الله بحذافيره فسر له تفسيرا بهذه الحالة، يصل هذا الجيل إلى ما وصل إليه أهل غزة العزة، أولئك الأبطال في خنادق القتال أمام من؟ أمام عدو الأمة الأعظم، نكلوا بهم تنكيلا بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن هؤلاء يتشبثون، لكن إن شاء الله النصر قريب، حتى إذا استيأس الرسل، ما دام الرسل وصلوا لكذا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هؤلاء ينتظرون النهاية، والحمد لله أن هؤلاء نفثوا روح الإيمان والعقيدة الصحيحة في جسد هذه الأمة. الأمة كانت قد نامت في سهاد عظيم، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يحييها بإكرام أهل غزة بذلك.